يقول: هل صحيح ان قول من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل في حديث الوضوء لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هي من اجتهاد ابو هريرة رضي الله عنه؟ نعم، هي من كلام ابي هريرة، هذا يسمونه بالمدرج في الحديث، كلام الراوي اذا ادخل في الحديث انه يكون من المدرج، يسمونه المدرج. هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل، لأن هذا فيه زيادة على الوضوء الذي شرعه الله عز وجل. ولكن أبو هريرة اجتهد في هذا رضي الله عنه، لكن لا يتابع على هذا. نعم.